ياسمينة تعالى حبيبتي، وفعلا وعز الولد 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 وانتي عامله يا ياسمين حبيبتي، وجهزولي جد ابوك يا ياسمين. جدو انا مش عايزك تموت. والله يا ياسمين ولا انا عايز اموت، بس هو بيبقى ساعات سنتين كده بيجوا كذا حد وبيجوا ممكن ابقى يلا. محتاجين حنانك اكتر من الفلوس. ياسمين بقى ما تقعديش تقولي الكلام ده عشان ممكن اضعف واكتب لكم ثروت. انت عايزه ايه؟ مين يلغيني بعدك؟ وعندك امك بقى اقعدي لغيها وهي تلغيكي والعبي في مراخنا. مين اقول له يا جدو بعدك؟ بت انت جاي تبلفينا يا بت؟ جاي تبلفيني اوعي تكوني جاي تبلفينا يا بت. انا بحبك، ده انا طفله صغيره لسه معرفش الكلام ده. بقى على مين يا بت؟ على جدو؟ بت اتكل على الله، اتكل على الله وروحي وقولي لمسلطينك جدو طلع مش زهايمر وفاكر وعارف كل الحاجات ويلا. انت ماما وانت بابا. انت هتعملين فيها انور واجري؟ لا يا ولا اجري اجري يا بت اجري يا بت، اتكل على الله اتكل على الله. حتى العيال الصغار علموهم ال يلا. بونجور. بونسوار. ايه الطبقين المهلبيه اللي جم حلوا عليا دول؟ والواحد قاعد قاعده ناشفه وحته طريه. وتعال تعال 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 اقعد 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 اقعد. والواحد ما بيصدق يلاقي يعني، وايه القعده دي؟ يا حبيبي اعتبرنا من هنا ورايح ان احنا الوان السما السبعه اللي هو بتاع ليلى علوي. احنا اللي هنلون حياتك يا جدو. وهتلوروا حياتي بقى بالفرشه ولا هتدلدعوا على الارض ولا وانا بحب اي حد يضحك عليا ولا اكتب لكم ثروتي عشان انا اهبل انا اهبل. اوعى تقول كده على نفسك يا جدو. وانا بقول كده على نفسي عشان بضعف قدام الجمال يعني، وانا بضعف جدا. وكنت فين يا لحم لما كنت انا جزار؟ وكنت فين يا خشب لما كنت انا نجار؟ وكنت فين يا رز وعايز كام كيلو؟ روشتي حبيبي دمك زي الشربات قطع. عايزه اقول لك حاجه، اوعى تكون كتبت حاجه لحد، يعني تكون كتبت حاجه لانعام، كتبت حاجه لسناء، حتى بنتي اوعى تكون كتبت لها حاجه. لا ورهبل ورهبل، لا ما كتبش حاجه، انا لازم الفلوس بتاعتي تقضيني لغايه اخر ساعه من ساعات عمري. وهي الساعه كام؟ حبيبي انت عارف مشاعراتي يعني نواحيك انت، ومشعوراتك انت نواحياتي انا، يعني احنا بنحب بعض مش كده؟ وعلى فكره بقى يا جدو، انت لو في اي يوم من الايام فكرت تتجوز مامي انا عمري عمري ما هبص لك بصه جوز ام او انك خدت مكان بابي او كلام الحاجات الغريبه دي. لا والله يعني انت بنت متربيه يعني، وصراحه عرفتي تربي سنيه ويعني وبنتك ما شاء الله وكبرت وهي وكبرت وممكن اي حد يضحك عليها. بس طبعا يا حبيبي وانا كنت بلعب، اي نعم انا باخد بالي من نفسي ومن شبابي على طول، لكن برضو انا ما بنساش ان انا ماما. نزواتي هتضيعني هتضيعني يا اخوان، ابعدوا عني ابعدوا عني بس. انا اصلا يعني الفلوس بتطلع مني بالعافيه يعني، ده انا حتى اما بحلق الجنيه بيطلع للحلاق بعد وقت. يلا تأكد تأكد يا روشتي انك عمرك ما هتندم. انا عاوز اندم، انا عاوز اندم اصلا عشان انا بحب يعني ان حد يضربني على قفايا، بحس اما حد يضربني على قفايا كانه ضربت مثلا زبادي خلاط. بألف هنا وشفا يا جدو، هبقى اقوم اطلب المحامي؟ لا انا عايزك تطلبي لي واحد شاي وبلاش المحامي بعدين، وبس حد يروح وحد يفضل عشان اقعد. مين اللي هيقوم؟ طب اقوم انا بقى اجيب الشاي. يا نهار اسود الحقوني بيتحرشوا بيا. انا متاكده ان الثروه هيكتبها باسمي انا. نو جامي يا ماما، انا متاكده ان هو وعدني انه هيكتب الثروه باسمي انا. وليه مش انا؟ الله، وليه ما يكتبهاش باسمي انا؟ لا اكيد انا. طبيعي انا صاحبه البيت وهيكتبها باسمي انا. لا 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 هيكتبها باسمي انا طبعا. لا طبعا باسمي انا. لا 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 وعيال وبركولي، وانا اتجوزت وهتجوز يعني، ودي هتجوزها واخلف منها عيال ومش هموت النهارده، وهجيب 3 4 عيال 9
ويورثوني عشان وهي واسمها واسمك مش مهم اسمها، وبعدين يعني وانا اتجوزتها وهتجوزها وانا لسه ما اتجوزتهاش بس يعني اوعى.